السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في لاشير يوسف فور ايكونومي. مرحبا بكم في فيديو جديد في موديل جديد، الموديل ديال الماناجمنت ديال اس ان. دونك افون دو كومونسي لو كور ديالنا، جانفيت لي جون دو كي نو سون با ابوني سور نوتخ شين دو سابوني اي دو بارتاجي لا فيديو افيك سي زامي. دونك اون كومونس نوتخ كور. دونك بالنسبه للماناجمنت، دونك غادي نتريتيو اوتور ديال جوج ديال لي شابيتر، اسافوار لو بريمير شابيتر غنشوفو فيه الماناجمنت، اللي غادي نشوفو فيها لي ديفينيسيون دي كونسيبت دو ماناجمنت، لي نيفو دو ماناجمنت، لي زوبجيكتيف دو ماناجمنت استراتيجيك، لا ماناجمنت اوبيراسيونيل، اي انفان لي فوا دو ماناجمنت. دوزيام شابيتر لي كونساكري ا لونتربريز، دونك اون فوا فوار لي ديفينيسيون اي لا كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز. دوزيام اكس اون فوا فوار l'environnement de l'entreprise. Troisième axe, on va voir les finalités des entreprises. Le quatrième axe, les fonctions de l'entreprise. Et à la fin, donc on va traiter les structures des entreprises. Donc en commençant par le premier chapitre. Le premier chapitre, on va consacrer chaque axe à traiter une vidéo. Donc on commence par la définition et les concepts de management. Comme définition du management, c'est un art de conduire, diriger, de planifier une organisation et son développement et de contrôler en mettant les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs. Donc, tarif du management, هو عبارة عن واحد الفن اللي تيسيرنا ويديريجينا ويديرنا لا بلانيفيكاسيون ديال واحد لورغانيزاسيون، كيف ما بغات تكون، تقدر تكون سوسيتي ولا اونتربريز ولا تقدر تكون واحد الإدارة ديريكسيون اكسيتيرا. دونك هاد الماناجمنت تنستعملوه في جميع الميادين، دونك باش نسيرو بها لي ديفيرون organisation li kayen adna et aussi le tmekna bach ndirije ou planifier le développement de hadik l'organisation dialna, on contrôle l'organisation chghada f le bon sens ou non, en mettant les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs, on hto el mawarid el bachariya ou el mawarid el maliya li khassana bach nwoslo el ahdaf nihaiya dialna. Donc بالنسبه لهاد المانجمنت كاين عندنا جوج ديال لي les scientifiques ou bien les économistes, les couleurs ouvertes à des tarifs de management selon leur théorie. Donc en commençant par le Peter Ducher, Peter Ducher, tu vois que la management c'est une activité les visant à obtenir des hommes un résultat en leur donnant un but commun ainsi que des valeurs à une organisation convenable. بالنسبة لبيتر دوشر تيقول لك بأنه هو عبارة عن واحد النشاط اللي تي الهدف ديالو هو أننا نوصلو لي زوم، يعني الأشخاص لواحد الهدف معين وهدف مشترك من خلال مجموعة من القيم اللي تتهدف أننا باش تكون عندنا واحد لورغانيزاسيون، واحد المؤسسة بواحد المعايير مثالية. دونك لو دوزيام سيونتيفيك أو بيان ليكونوميست سي لو تيتار. دونك بالنسبه للتيتارت، التعريف اللي عطى لنا الماناجمنت هي قال لك هي عباره واحد الاكسيون اي مانيير دو كوندوير ان اورغانيزاسيون دو لا ديريجي اي بلانيفي سون بروغري اي دو لا كونترولي. قال لك هي عباره واحد على العمليات واحد الوسائل في التسيير والاداره ولا بلانيفيكاسيون ديال هذاك المسار ديال هذيك لورغانيزاسيون او سي دو كونترولي. دونك لا ديفينيسيون اللي عطينا في الاول واحد ديفينيسيون شامله، مي سولون شاك ايكونوميست تعطى اون ديفينيسيون كونفونابل، مي سيت ديفينيسيون تطيحنا في واحد الاشكاليه بالنسبه لا ديفينيسيون قلنا بانها هي واحد الار، مي الاغلبيه دونك ما متفقينش مع بانها واحد ماشي ار. تيقول لك واش ار او بيان ان سيونس، واش هو عباره عن فن ولا علم؟ بنظري الوجهه الخاصه ديالي هو ماشي ار، ماشي فن وماشي سيونس، دونك هو ان ميلونج ديال لي دو. دونك ضروري خص يكون عندك دي كونيسونس اون بيو اون بلوس، انه يعني ماشي اي واحد يقدر يكون ان ماناجر، يعني المانجر تيكونوا فيه بزاف ديال لي كاليتي اللي غادي نشوفوهم من بعد ان شاء الله. دونك الاشكاليه ديال لا ماناجمنت تتبقى لنا واش ار ولا سيونس. دونك هنايا غنقدروا نحطوا الحوايج اللي تتكون لا كونتراديكتوار اونتر لار اي لا سيونس. دونك لا ماناجمنت ايتون ار او سيونس، دونك لا فرونت في هذه الحاله انت نحطوا الاشكاليه واش هي فن ولا علم. دونك تيكون عندنا اشكالي ديال لي زابيليتي اي لي تكنيك، دونك الموارد ديالنا والامور التقنيه اللي تنخدموا بها،
ليسونس افيك لي لوا. دونك هنا تيكون عندنا تناقض ما بين الاحاسيس والقوانين اللي تتسير لنا الشركات. بار اكزومبل لارغيمونطاسيون اي لا ديمونستراسيون. دونك لارغيمونطاسيون الحجوج اللي تنستعملوها ولا ديمونستراسيون او نيفو دو تيغان. اي ليموسيون فيس لا ريزون. دونك كاين شي حوايج اللي خصني نخدم فيهم لا ريزون، يعني ستادير هنا ما تنعتمدوش على الجانب الفني، تنعتمدو على الجانب العلمي. دونك لا ريزون ليموسيون شي حاجه اللي يعني عندها الاحاسيس، اي لاكسيون اي لو موديل. دونك لو موديل شي حاجه اللي تتكون سيونتيفيك، اي لاكسيون شي حاجه اللي تتكون يعني عباره عن فن. دونك هنايا هو فين كاين الاشكاليه ديال هذا لا ماناجمنت باش غادي نديرو ليها التعريف. دونك هنا تطيح ما بين جوج ديال الامور اللي تيكونوا متناقضين. مثال في ليسونس افيك لي لوا، دونك بالنسبه للمانجر اللي تيجيريها كوم ان سيونس، دونك تيعتمد على لي لوا سولمون. دونك هذا تيكون عنده واحد المسار اللي نقولوا بليز او موا متفوق على لا بارتي ديال ان المانجر اللي تيعتمد على الاحاسيس ديالو في العمل ديالو. اون بليس الا شفنا ان اوتخ ريزونمون بان المانجمنت كوم ارت تتعتمد على لارغيمونطاسيون، بار كونتر لا تعتمد على لا ديمونستراسيون، يعني شي حاجه لي رياليزابل. اون بليس في التسيير يعني المانجر في لا كوتي دو مانجمنت ديال لي سوسيتي او بيان ديال لي زونتربريز ولا ديال سيتان اورغانيزاسيون تعتمد على دي موديل. بار كونتر الا خديناها من الجانب الفني دونك تنعتمدو على دي زاكسيون. دونك سو كي كونت ان ايكيليبر اونتر لي دو. دونك كيف ما قلت لكم بان ما نقدروش نفرقوا من الجانب الفني على الجانب العلمي، دونك ان خصنا نجمعوهم بجوج. الا بغينا نجمعوهم بجوج دونك هذا غادي يعطينا سو تخادوي ان انسومبل دو كونيسونس تيوريك نورماليزي اي فورماليزي. دونك مثلا نعتمدوا على لا ماناجمنت كوم ان ارت اي كوم ان سيونس. دونك هنا يمكننا نجمعوا المعارف ديالنا اللي هي عباره عن تيوريك اللي غادي نحاولوا نديروا لها النورماليزاسيون، سيتادي غنعتمدوا على الجانب العلمي لا سيونس وغادي نحطوهم كوم دي فورمول باش نعتمدوهم في التسيير ديالنا. دونك اي ميتريز بوكو دي ديسيبلين هومان. دونك لا ماناجمنت تعتمد على يعني تتميتريزي لنا بزاف ديال المجالات اللي كاينه عندنا في الحياه. داكور دونك هاد الماناجمنت غادي نشوفوا واحد لو تيب اللي معروف عندنا بزاف كي سابيل لو ماناجمنت كارفور. دونك لو ماناجمنت كارفور دو ديسيبلين. دونك il mobilise un très large éventuel de disciplines comme l'audit, la comptabilité et la marketing. دونك هاد لا بارتي ديال لا ماناجمنت كارفور. دونك هاد لا ماناجمنت هي اللي تخدات الاسم ديالها، هي الشركه ديال كارفور اللي كاينه اللي كانت قبل عندها اسم اخر. دونك خدات هاد الاسم هذا اللي شقاته ديال كارفور اللي كاين هو ان كونسيبت دو ماناجمنت اللي تيعتمد على ثلاثه ديال المحاور اساسيه. دونك الاوديت، لا كونطابيليتي العمليه ديال الحسابيات، اي لا ماركتين. لا ماركتين كيفاش غادي ندير نبيع هذيك لا مارك ديالي اترافير لا ماركتين. اون بليس الي اوتر ديسيبلين هيما اللي كاينين عندنا اللي تتعتمد ضروري ان لا ماناجمنت كارفور او بيان لا ماناجمنت اون جينيرال ضروري تتعتمد على هاد لي تخوا لارج ايفونتيال دو ديسيبلين اللي هما لوديت لا كونطابيليتي لو ماركتين. مي اون بليس تتعتمد على الجانب التقني اللي هو التكنولوجي سوسيولوجي اي بسيكولوجي. دونك باش انني نبيع واحد البرودوي ولا شي حاجه دونك تلعب على لا كوتي بسيشيك ديال الكونسوماتور. اون بليس تعتمد على الجانب الاجتماعي. دونك انا ميمكنش نجي نبيع ان بيان وبيان برودوي في واحد البلاصه دونك بلا ما ندرس المجتمع ديال هذيك البلاصه. اون بليس على التكنولوجي اللي كاينه. باغ اكزومبل ناخذ الكا ديال المغرب، ميمكنش انا غادي نجي غنبيع واحد لا فواتير باغ اكزومبل اللي هنايا ما كاينش عندها بحال نقولوا شي فواتير اللي تتسمى ايبريد باغ اكزومبل عندها لا شارج الكتريك واحد الفواتير الكتريك. ما كاينش عندنا لي ستاسيون الكتريك في المغرب. دونك هنايا داكشي دونك راه تدار واحد لوتود عاد تنجيو باش نحطوا واحد البرودوي واحد لو بيان. داكوغ بهذا نكونوا وصلنا للنهاية ديال لا فيديو ديالنا. لا سيونس بروشين ان شاء الله اون فواغ لي نيفو دو ماناجمنت. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالنا ريوسيس فور ايكونومي، تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. واللي عنده اي تساؤل خلي لنا دي كومونتير سوا سير نوتخ شين يوتيوب و بيان سير نوتخ باج فيسبوك و بيان نكونتاكتي سير نوتخ نيميرو واتساب 06 76 55 07 14. وبهذا استودعكم الله والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.